عايزة جملة منك لمصر بلدنا، وهي دلوقتي بتمر بظروف صعبة قوي، ما بين اللي بيحصل في ليبيا، ما بين اللي بيحصل في أثيوبيا، ما بين الكورونا اللي احنا فيها. احنا بنمر بظروف صعبة قوي قوي قوي. انا دايما بقول يعني عقل البني آدم الطبيعي صعب قوي حتى انه يفضل قادر يستحمل الكم ده. فربنا يحميك ويخليك لينا يا ريس، واحنا كلنا في ظهره وكلنا معاه. ولكن النهاردة عايزة منك قبل ما اختم، كلمنا عن الحب، وكلنا عندنا الحب الكبير هو مصر طبعا، فعايزاكي تقولي حاجة في الموضوع ده قبل ما اختم. ما ينفعش في ظل الظروف اللي حواليا دي كلها ان يكون منفصل عن الاحداث، فلازم احنا كلنا متأثرين باللي بيحصل. وتقولي اولا انا عايزة اشكرك ان انت عارفة انا بحبك قد ايه، وانا بحبك كمذيعة غير ان احنا كنا بنعمل موديلنج مع بعض. ايوه زمان. حبيبتي من زمان. ايوه بس انا بحبك كمذيعة لان انت شاطرة ومجتهدة وبتحبي شغلك قوي وبتحبي فبتدي فيه، وده بيبان. فانا انا يعني ما اقدرش اتاخر عنك. ده اول حاجه. اللي احنا فيه زي ما قلتي ظروف صعبه جدا بتعدي علينا كلنا، بتعدي على العالم كله، بس مصر على وجه التحديد بتقابل تحديات غير اي حته تانية، لانه احنا بنتحارب في بقالنا مدة على فكرة، بنتحارب في أهم حاجة عندنا وهي المية. المية دي ده شريان الحياة طبعاً. وإحنا كمان إحنا لما عندنا السد عمرنا ما قطعنا المية عن حد، إحنا آخر بلد بيوصل لها المية. فواضح طبعا إن ده مخطط صهيوني واضح وصريح جدا. لكن مصر كبيرة قوي قوي قوي، بولادها وبجيشها بشعبها برئيسها، واحنا زي ما انت قلتي كلنا وراء الرئيس وفي ظهره، ووقت اللزوم كل واحد فينا بيبقى عسكري، بيبقى واحد من الجيش بتاع مصر. صح. سواء على السوشيال ميديا، سواء في اي مجال من مجال شغلنا، كله بيتحول الى جيش للحفاظ على البلد دي. وهي دي عبقرية الشعب ده، ان هو في الازمات بيبقى ايد واحدة. صح. في الازمات مفيش ده مسيحي وده مسلم وده معرق، احنا كلنا بنبقى ايد واحدة. وربنا يحمي مصر. احنا فعلا بنمر بوقت صعب، سواء في موضوع السد او في ليبيا. يا رب احمي ولادنا وجيشنا، واحنا خير اجناد الارض، فربنا حميهم وربنا حامي البلد دي وحارسها على مر السنين، ودي مذكوره في القران. فيعني ربنا حمينا وحامي البلد دي، يا رب يا رب احميها. وكل اللي اقدر اقوله ان ربنا يعني ندعي لاولادنا لجيشنا ولاولادنا اللي بيحاربوا، واحنا في معارك كتير احنا ما بنبقاش عارفين عنها حاجه علشان الشعب يفضل مطمن، بس احنا اولادنا بيواجهوا مخاطر طول الوقت. ربنا يحميهم ويقويهم ويخللنا الريس طبعا، ويحمي مصر يا رب.